وليس آخرا ننتقل لمازن غريبة، مباحث في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. رح تحكي لنا مازن بضوء تقرير قدمته مؤخرا لجامعة لندن عن استجابة القطاع الصحي بسوريا بشكل عام. تفضل. تمام، شكرا زينة وشكرا ويكزيست على المبادرة. مثل ما بنعرف اليوم الأرقام الرسمية بمناطق بحسب وزارة الصحة في سوريا واللي شاركتها مع منظمة الصحة العالمية لحتى البارحة، هناك 16 حالة في سوريا من حالتين وفاة. هاي الأرقام الرسمية اللي صادرة عن وزارة الصحة في سوريا. طبعا هذه الأرقام بتقديراتنا لا تعبر على الإطلاق عن واقع الأمر، واقع الحال في سوريا اليوم. للأسف لا يزال الحديث اليوم عم بيكون عن بي بي بالمضارع على موضوع أن الكارثة التي قد تأتي أو التي قد تكون يعني لا يمكن تجنبها. بتقديراتنا برأينا الكارثة حصلت في سوريا، وهناك تفشي حاد للكوفيد 19 في سوريا. وهذه الأرقام الرسمية هي لا تعبر عن واقع الحال في سوريا لعدة أسباب، منها أسباب تقنية لوجستية، ومنها أسباب أمنية، ومنها أسباب سياسية. رح أحاول أحكي عنهم بشكل مختصر، بس قبل كمان لازم نعرف شوي لحتى نقدر نفهم اليوم كيف عم تصير، كيف عم يكون وضع الصحة في سوريا. نحاول نحكي شوي عن استطاعة القطاع الصحي العام على كل الأراضي السورية. بالدراسة اللي نشرناها ب 25 آذار بمركز بحوث النزاعات في جامعة لندن الاقتصاد والعلوم السياسية، حاولنا نحط تقدير لعتبة الاستطاعة القصوى للقطاع الصحي على كامل الأراضي السورية. أخذنا بعين الاعتبار 4 افتراضات رئيسية. الافتراض الأول اللي هو من China COVID-19 Medical Group Experts، التقرير نشروه فريق تاسك فورس الصيني بأول أدار، بأن 5% من حالات الكوفيد 19 ستكون بحاجة إلى أسرة عناية مشددة. الافتراض الثاني من تقارير صدرت من عدد من الأطباء ومراكز أبحاث في إيطاليا، بأن مريض الكوفيد 19 الذي يحول إلى العناية المشددة قد يحتاج إلى 13 يوم من العناية المشددة، وهذا رقم كبير لإشغال العناية المشددة. والافتراضين الثالث والرابع هن بناء على أرقام وزارة الصحة وأرقام مكتب الإحصاء المركزي، التي تقول بأن خلال العام في سوريا 53% من كامل أسرة العناية المشددة تكون مشغولة عادة بمرضى آخرين. والافتراض الرابع بأن من كل الأسرة العناية المشددة في سوريا اليوم 40% إضافي هي موجودين لدى القطاع الخاص. فبالتالي أخذنا هذه الافتراضات بعين الاعتبار مع نسبة إشغال أسرة العناية المشددة المتوفرة حاليا وما يتوفر من أسرة عناية مشددة مجهزة بالأساس في كامل سوريا، وطلع معنا بأنه عتبة الاستطاعة القصوى لكامل القطاع الصحي في سوريا هو 6500 كوفيد 19 مصاب كوفيد 19 على كامل الأراضي السورية، بمعنى أن هذه العتبة القصوى. طبعا هناك قد يكون يعني عامل خطأ لكنه لا يزيد عن 2%. فبالتالي عند تعدي هذه العتبة 6500 مريض كوفيد 19 سينهار القطاع الصحي على كامل الأراضي السورية. وبالتالي ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ارتفاع نسبة الوفيات المتعلقة بالكوفيد 19. تختلف هذه الأرقام، تختلف عتبة الاستطاعة من محافظة لأخرى باختلاف الواقع الصحي الموجود في هذه المحافظة. أعلى المحافظات اليوم في سوريا التي لديها القدرة للاستجابة هي دمشق. تقديرنا بأن عدد الاستطاعة في دمشق تقريباً 1920 ل 2000 حالة، ليس أكثر. معظم عدد كبير من المحافظات تحت عتبة المئة مثل حمص، الرقة، دير الزور والقنيطرة. وأسوأ المحافظات بما يتعلق بالقدرة الصحية بناء على العدد المتوافر والمجهز وغير المشغول من أسرة العناية المشددة هي دير الزور، التي بحسب تقديراتنا يعني صفر حالي. لا تستطيع دير الزور اليوم بالإمكانات المتواجدة لديها التعامل مع أي حالة كوفيد 19 بالأساس. حتى قبل انتشار كوفيد 19 معظم الحالات التي تحتاج في دير الزور إلى عناية مشددة يتم تحويلها بشكل أو بآخر إلى المشفى العام في الحسكي أو إلى مشافي أخرى خارج دير الزور. هذه العتب هي هذا استطاعة النظام الصحي اليوم في سوريا. طبعا ناخذ لسه أرقام أخرى بعين الاعتبار حتى كمان الناس تقدر تستوعب اليوم الوضع الكارثي للقطاع الصحي في سوريا.
منذ بداية الثورة، من بداية 2011 وحتى الآن، هناك أكثر من 595 هجوم ممنهج موثق ضد الأمم المتحدة على مرافق ومنشآت صحية. معظم هذه الهجمات هي من النظام ومن حلفائه على منشآت صحية، أدت مثل ما حكى الدكتور منذر إلى وفاة الكثير، الرقم يزيد عن 900 كادر صحي، وإلى تعطيل الكثير من المنشآت الصحية اليوم في سوريا. من أصل 111 مشفى عام على كامل الأراضي السورية، اليوم في سوريا يوجد أقل من 56 مشفى عام حكومي يعمل بكامل استطاعته، البقية أما باستطاعة منخفضة أو لا يعمل على الإطلاق نتيجة للاستهداف الممنهج الذي يحدث على المشافي والنقاط الطبية في سوريا. هي هيك بس حتى شوي كمان نعرف واقع القطاع الصحي على كامل سوريا. اليوم ما يجري في سوريا اليوم، هناك الكثير من المؤشرات التي تؤدي أو تعطينا فكرة بأن الانتشار هو يعني يكاد يكون انتشار وتفشيات. ونأخذ بعين الاعتبار بأن كل المناطق المحيطة في سوريا، كل الدول المحيطة في سوريا، هناك تفشي كبير جدا يحدث، وخصوصا وأن المعابر الحدودية والجوية لم تغلق حتى فترة قريبة جدا. باكستان والعراق ولبنان تحدثوا عن حالات كورونا قادمة من سوريا، ليس بالضرورة سوريين لكنهم قادمين من سوريا. هناك الكثير من الأطباء الذين نتواصل معهم في مناطق النظام يتحدثون عن ارتفاع عالي جدا في الوفيات الناتجة عن إنتانات رئوية أو التهابات رئوية موجودة اليوم، أعلى من النسب الموجودة عادة. فبالتالي هناك الكثير من المؤشرات التي قد تعطينا بأن هناك انتشار حاد لما يجري. ما يجري اليوم على الرغم من ضعف القطاع الصحي على كامل الأراضي السورية، إدارة ما يجري اليوم في سوريا في مناطق النظام هو إدارة كارثية أيضا. هناك تدخل أمني كبير جدا بالسياسات الصحية التي يتم تبنيها أو العمل عليها في وزارة الصحة أو في مديريات الصحة التابعة للحكومة السورية. اليوم تدخل أمني كبير جدا، مثلا في السويداء الأمن العسكري كان هو عم يقوم بدفن حالات معينة، قدرنا نوثق خمس حالات من وفاة بأسباب انتانات رئوية أو التهابات رئة، لم ما خلى الأهل يشيكوا عليهم أو حتى يدفنون، قاموا هني بدفن هذه الحالات. مشفى الزبداني اليوم اللي تم تخصيصه لحالات ريف دمشق، الطابق الأعلى من مشفى الزبداني اليوم أمن عسكري. اليوم الأمن يهدد الأطباء في المشافي الحكومية بعدم مشاركة أي أرقام متعلقة بإنتانات رئوية أو التهابات رئوية أو غيره. امبارح سانا نشرت إنفوغراف يطلب من المواطنين السوري التبليغ عن حالات إلى السلطات الصحية المختصة، وكلها تنعرف السلطات الصحية المختصة اليوم شو يعني بسوريا تحديداً، بأن الأمن اليوم، الأجهزة الأمنية اليوم في سوريا هي من تدير الملف الصحي، وهذه كارثة أيضاً في سوريا. هناك حالة هلع واضحة لدى النظام على ما يجري. الإجراءات التي اتخذها النظام كانت إجراءات متأخرة جداً، وهي إجراءات غير كافية، تأخر جدا في تغليق إغلاق المعابر الحدودية والبرية مع تحديدا مع إيران. اليوم بحسب تقديراتنا وبحسب اللي عم نحاول نقدر بالمعلومات الخفيفة الموجودة عنا أو يعني غير الكاملة الموجودة عنا، هناك تفشي في دير الزور بسبب وجود عبور كبير للمقاتلين الإيرانيين، حيث أن إيران مثل ما نعرف في حالة تفشي حاد جدا، أيضا باللاذقية بريف دمشق هناك تفشي كبير أيضا. الناس اليوم في سوريا تخاف من الحديث حول الكورونا بسبب الإدارة الأمنية لهذا الملف. يعني مثلا بارح بعد ما نشر رسالة تبع بلغ لا تتردد، الناس صارت اللي عم نحكي معهم عم تفضل إن هي ما تحكي عن الأعراض اللي عم يصير معها أو ما تروح على المشافي خوفا من التعرض إلى تحقيق أو التعرض إلى حتى إلى اعتقال أو التعرض إلى أي مسائلة من أجهزة أمنية، وهذه مصيبة في سوريا اليوم. يتحجج اليوم النظام السوري بضعف الإمكانيات المتعلقة بالتست وإلى آخره، وهذه كمان مشكلة. بالتأكيد اليوم نحن بحاجة إلى زيادة عدد التست كيتس الموجودة على كامل الأراضي السورية. لكن ما يجري اليوم بأن النظام أيضا يحاول استغلال جائحة من هذا على هذا الوزن لتحقيق مآرب ويعني أهداف سياسية معينة. تسييس الجائحة اليوم من قبل النظام السوري هو كارثة على الجميع، لأن هذه جائحة لا تسيس،
الكورونا غير مسيس، لا يعرف مؤيد ومعارض، ولا يعرف ولا يحترم مناطق نزاع، ولا يحترم خطوط صراع، لكنه اليوم يسيس ذلك. وللأسف إلى الآن منظمة الصحة الدولية لا تزال أيضا تدخل في عملية تسييس الاستجابة لهذه الجائحة. ذكر الدكتور محمد كتوب نقطة جدا مهمة عندما تحدث المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية عن أننا نعطي إلى دمشق لأنها حكومة، ولا نعطي إلى شمال الغرب لأنها ليست حكومة. هذه مصيبة حقيقة. أولا تعطي سذاجة من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع سوريا ومع مناطق الصراع بشكل عام، ليس في سوريا وإنما بقية مناطق الصراع أيضا في سوريا، وأيضا هي فيها حالة من المقامرة بأرواح المدنيين، لأنها تفترض بأن النظام الذي يقصف المشافي من 3 أسابيع، الأسبوع الجاي رح يزود المشافي اللي عم يقصفها بأجهزة ومعدات صحية. يعني فيها في 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 استهتار بعقول الناس، وفي مقامرة بحياة المدنيين من قبل منظمة الصحة، إن لم تكن على قدر الاستجابي المتوازني والعادلي والشاملي على كافة الأراضي السورية اليوم، دون الأخذ بعين الاعتبار على أسامي الانتماءات السياسية لهذه المناطق. أي بمعنى آخر، يجب أن يكون استجابي إلى دمشق مشابه الاستجابي في دير الزور وفي حلب وفي إدلب وفي الرقة وفي كل هذه المناطق. النظام غير قادر على هذه الاستجابة، ولا يريد برأيي الشخصي أن يكون هناك استجابة حقيقية في الشمال السوري. يجب على منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي أن يضغط باتجاه استجابة شاملة لكل الأراضي السورية، وأن يكون هناك حقيقة تدخل لمعرفة الأرقام الحقيقية ومشاركة المعلومات بشفافية من قبل أسام الصحة السورية التي تريد أن تعمل، لكنها مكبلة اليوم بالتدخل الأمني من قبل الأجهزة الأمنية في سوريا. يعني اليوم الأطباء الموجودين، أنا متأكد بأن الأطباء الموجودين في دمشق عندهم نفس الهم ونفس المشكلة للأطباء الموجودين في إدلب، لكن مكبلين حقيقة اليوم بالتدخل الأمني الشديد الذي يحصل على موضوع الكوفيد 19. اليوم إذا بدنا نحكي على ما هو المطلوب، المطلوب بالتأكيد أن يكون هناك استجابة دولية واضحة، أن لا يتم ترك السوريين تحت رحمة أي نظام سياسي أو أي مزاج سياسي لأي جهة من الجهات اليوم في سوريا، وتحديدا النظام السوري، لأن هذا سيؤدي إلى كوارث في سوريا، لأن انتشار في دمشق يعني انتشار في إدلب، وانتشار في إدلب يعني انتشار في الرقة، ويعني فبالتالي يجب أن تكون استجابة على كامل الأراضي السورية. النظام السوري لا يمكنه أن يكون مستجيب على كامل الأراضي السورية، ولا يستطيع ولا يرغب، وبالتالي يجب على منظمة الصحة العالمية التدخل بشكل أوضح لكي يكون هناك هذا النوع من الاستجابة. أحاول ما أطول كثير مشان نفتح المجال للأسئلة والأجوبة، لكن اليوم الحديث في مناطق النظام أكثر، اليوم الأطباء أيضا يخافون من مشاركة المعلومات، اليوم الناس تخاف من أيضا مشاركة المعلومات أو حتى من الذهاب إلى الكثير من المشافي. اليوم ينظر اجتماعيا أيضا بسبب تعامل النظام مع الجائحة بأن الكورونا هو أمر معيب أو هو تابو أو هو يعني خطر أمني أو خطر على الأمة السورية، ويعني الناس هيك عم تفكر، فبالتالي هذا أيضا عم بيخلي الناس مجتمعيا أن هي قدر الإمكان ما تشارك هاي المعلومات أو حتى ما تروح على المنشآت الصحية أو المشافي في حال ظهرت أعراض، وهي أيضا مشكلة. عم يصير اليوم حالات تفشي في العشوائيات كبيرة، تم إغلاق الكثير من العشوائيات، وتم إغلاق مثل ما نعرف كمان تم إغلاق المدن اليوم في سوريا، اليوم السفر من مدينة إلى مدينة كان ممنوع الآن، تم إغلاق أماكن تجمعات الأساسية امبارح مثلا، صار في تجديد أمني حتى على إغلاق المناطق المحيطة في دمشق، تحديدا المناطق التي يقطنها أو يزورها حجاج إيرانيين مثل سيد زينب مثلا، تم إغلاقها بالكامل. لكن التفشي في العشوائيات وأماكن الاكتظاظ الاجتماعي لا تزال مرتفعة، لاحظنا ذلك في عدد من المناطق في محيط مدينة دمشق وأيضا في اللاذقية تحديدا. فبالتالي هناك يجب أن يكون هناك تعاون كامل للتعامل مع هذه الجائحة دون أن يكون هناك تسييس لما يجري اليوم، وأن يكون لمنظمة الصحة والمجتمع الدولي دور أكثر في التعاطي
مع ما يجري اليوم في سوريا حتى يكون هناك مثل ما أنا استجابة شاملة وعادلة وتضمينية لجميع السوريين على كافة الأراضي السورية. رح أكتفي بهذا القدر. ممكن شارك رابط الدراسة اللي قدمناها من فترة، طبعا هي بحاجة إلى تطوير دائم لأن دائما في سوريا في أرقام جديدة تحدث، رح شاركها معكم، وأيضا رح نحاول نطلع كل فترة وفترة منشورات باللغة العربية عن ما يجري اليوم، واقع ما يجري اليوم في سوريا في ظل الجائحة الحالية. وشكرا جزيلا. شكرا كثير لك.